Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vous invite à participer avec moi à une séance de cours avec la petite Sarah de 9 ans. Donc Sarah, elle a commencé avec moi en octobre et nous sommes aujourd'hui le 28 mars. En 6 mois, elle a appris à lire et à écrire. Elle a appris aussi de parler. Donc on a utilisé ce livre pour commencer la lecture et l'écriture, ce que j'appelle ça le niveau préparatoire. Ensuite, on est passé au niveau 1, on revoit encore les sons et les lettres une par une, et ensuite, on rajoute le vocabulaire, des dialogues et beaucoup d'exercices encore. Aujourd'hui, Inch'Allah, pour passer au niveau 2, je vais lui faire une évaluation d'expression orale. Restez avec moi, on va l'appeler tout de suite. Assalamu alaikum. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وأنت كيف حالك؟ بخير والحمد لله. ما اسمك؟ أنا اسمي سارة. وأنت ما اسمك؟ أحسنت، أنا اسمي مليكة. كم عمرك؟ عمري 9 سنوات. أحسنت، ممتازة. هل تعرفين الأدوات المدرسية؟ نعم أعرفها. تسمي لي بعضها؟ نعم، أدوات المدرسية هي القلم، اللوحة، الممحات، المنجرة. أحسنت، ممتازة. من هم أعضاء أسرتك أو الأسرة؟ أعضاء أسرتي هم الأب، الأم، الأخت، الأخ. ممتازة. العم. ممتازة، جيدة. هل عندك جد وجدة؟ نعم. أحسنت. ماذا نفعل في الحمام؟ في الحمام نغسل وجهنا، نغسل جسمنا، ننظف أسناننا. ممتازة، ماذا نجد في الحمام؟ نجد في الحمام فرشاة الأسنان، صابون، منشفة، معجون الأسنان. أحسنت، ممتازة. وماذا نفعل في المطبخ؟ نطبخ الأكل. أحسنت. وماذا أيضا؟ نطبخ الأكل، نغسل الفواكه. أحسنت. ممتازة. ممتازة، ماذا نجد في المطبخ؟ نجد في المطبخ السكين، الملعقة، السكين، الملعقة، الكأس. أحسنت. فوق ماذا نأكل؟ المقلاة. أحسنت، ممتازة. فوق ماذا نأكل؟ أو جيد، ممتازة. وما هل لديك أكلة مفضلة؟ نعم. ما هي أكلتك المفضلة؟ الحساء. الحساء، ممتاز. ما من يطبخ الحساء؟ من يحضر الحساء؟ أمي. جيد. ممتازة، أحسنت. وهل لديك شراب مفضل؟ نعم، عصير البرتقال. ممتازة، جيد. ماذا عندنا أيضا من المشروبات؟ عصير التفاح، عصير الفواكه. أحسنت. وماذا جيد، ماذا تأكلين في فطور الصباح مثلا؟ أو تشربين؟ أشرب الحليب وأكل الكعك. وآكل الكعك، ممتازة. أعيدي، وآكل. وآكل الكعك. أحسنت. هل تعرفين بعض الحيوانات؟ نعم أعرف بعض الحيوانات. أعطيني أسماء بعض الحيوانات. حسنا، هناك الذئب، الأرنب، أرنب الحمام، الغراب. أحسنتي.
أحسنتي، ممتازة. والتمساح. جيدة. هل لديك حيوان مفضل؟ نعم، القطة. قطة، أحسنتي. لماذا؟ لماذا؟ لأنها ظريفة. ظريفة، ممتازة، أحسنتي، جيدة. وكيف الجو في الشتاء؟ بارد كثيرا. أحسنتي، بارد جدا. وماذا يسقط في الشتاء؟ يسقط الثلج. الثلج، ممتازة، أحسنتي. وكيف الجو في الخريف؟ في الخريف الجو ليس كثيرا باردا. أحسنتي، ليس بارد، ليس باردا كثيرا. جيد، أحسنتي. والخريف نعم الخريف، الربيع، قلت الخريف والربيع. نعم، الربيع الجو معتدل. أحسنتي، معتدل. وتتفتح فيه ماذا؟ وتتفتح فيه الأزهار. أحسنتي، جيد. وكيف الجو في الصيف؟ في الجو في الصيف حارا كثيرا. حارا جدا، ممتازة، ممتازة. ماذا تفعلين في الصيف؟ الصيف أذهب إلى أذهب إلى البحر، أأكل مثلجة. نعم، أأكل المثلجة، أشرب العصير البارد. أحسنتي، ممتازة. متى نحتفل بعيد الفطر؟ بعد رمضان. بعد رمضان، ممتازة. ماذا نفعل في عيد الفطر؟ في عيد الفطر نلبس ملابس جديدة وجميلة، نصنع الحلويات، نذهب نزور الأقارب. ممتاز. ونصلي صلاة العيد. ممتازة، ممتازة. وماذا متى نحتفل بعيد الأضحى؟ نحتفل بعيد الأضحى 3 أشهر بعد عيد الفطر. جيد. وماذا نفعل في عيد الأضحى؟ في عيد الأضحى نلبس نذهب نشتري كبش، ثم نذبحه وثم نشويه ونأكله. أحسنت، جيدة. هل تعرفين وسائل النقل؟ نعم، أعرف وسائل النقل. نعم، هناك الدراجة، السيارة، الباخرة، القطار. أحسنت. وأين كي متى نأخذ القطار؟ نأخذ القطار يوما، سوف نذهب في مسافة كبيرة. ممتازة. عندما نريد الذهاب مثلا إلى باريس مثلا، أو مسافة طويلة. ممتازة. ومتى نأخذ السيارة؟ نأخذ السيارة لنذهب إلى المدرسة. ممتازة، أحسنتي. والطائرة؟ يمكننا أن نخوض الطيارة يوم سوف نذهب، عندما نريد الذهاب، عندما نريد الذهاب إلى 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 الجزائر. ممتازة، أحسنتي، ممتازة. هل لديك لعبة تفضلينها مع أختك؟ نعم، نلعب مع الدمى، بالدمى. أحسنتي، جيد، ممتازة. هل تعرفين الأعداد؟ نعم، أعرف الأعداد. يلا ابدأي. واحد، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. جيد، ممتازة. والألوان؟ نعم، أعرف الألوان. أعطينا. نعم، أحمر، أصفر.
أصفر، أخضر، أسود، أبيض، بنفسجي، برتقالي. أحسنتي، ممتازة. إلى أين تذهبين في عطلة الصيف؟ أذهب في عطلة الصيف إلى الجزائر. جيد. إذن تأخذين ماذا تأخذين من وسائل النقل؟ الباخرة. الباخرة، جيد جيد. وفي الجزائر هل تذهبين إلى البحر، إلى شاطئ البحر؟ نعم. جيد، ممتازة ممتازة. هل حفظت أنشودة أو أنشودتان؟ أنا أعرف، نعم، أنشودة. يلا سمعين. أعرف ألف باء تاء ثاء، هيا نقرأ يا أيفا. ألف أبني باء بلدي، بيدي بيدي أبني بلدي، كل حروفي تأتي بعد أتعلمها وأنا أجد. ممتازة. أنشودة أخرى؟ نعم. يا مدرستي يا مدرستي، أقضي فيك أجمل وقتي، بين الدرس والألعاب، مع أصحابي مع أحبابي، يا مدرستي. ممتازة، جيدة. تريدين أن تعرضي مرة أخرى؟ نعم، جيد. أبي. ألف وب يعني أب، هو في عيني أحلى أب، يحفظ أبتي لي يا رب. ممتازة، أحسنتي أحسنتي، ممتازة، جيدة جدا. هل سأعطيك كلمات وتحاولين أن تعطيني جمل فيها هذه الكلمات؟ نعم. نعم، جيدة. هذه الأطباق. ممتازة. ما هي؟ لا تقولي بالفرنسية، أعطيني فقط جملة فيها الأطباق. عزيزي، أغسل الأطباق. ممتازة، أحسنتي. هذه سيارة. ممتازة، أعطيني جملة فيها سيارة. أذهب بالسيارة. أحسنتي أحسنتي. ما هذا؟ اقرأي هذه الكلمة. غابة. أحسنتي، أعطيني جملة فيها غابة. أذهب إلى الغابة. أحسنتي. إذا قلنا أنا وعائلتي كيف نقول؟ نذهب إلى الغابة. ممتازة، أحسنتي. نذهب إلى الغابة. هذه الكلمة. سوق. ممتازة، سوق. أعطيني جملة فيها سوق. أذهب إلى السوق. أحسنتي. إذا قلنا أخي كيف نقول؟ أذهب مع أخي إلى السوق. أحسنتي. أخي فقط وحده كيف نقول؟ أخي يذهب إلى السوق. ممتازة، أحسنتي. وهذا؟ هذه الكلمة؟ المساء. المساء، ممتازة. أعطيني جملة فيها المساء. أخرج إلى النوم في المساء. ممتازة، جيدة. هذه؟ غروب الشمس. نعم، أعطيني جملة فيها. أحب أن أرى غروب الشمس. ممتازة، جيدة. هذه مظلة. نعم، أعطيني جملة فيها مظلة. أريد مظلتي. أحسنتي، ممتازة. وهذه معجون الأسنان. ممتازة. ما أعطيني جملة فيها معجون الأسنان. أريد أخي يريد معجون الأسنان. أحسنتي، أخي يريد معجون الأسنان. وهذه
فم. فم ممتازة. فم، أعطيني جملة فيها فم أو يلا قولي. لدي فم. أحسنتي، ممتازة. الفم هو من أعضاء الجسم. ممتازة. هل تعرفين أعضاء أخرى في الجسم؟ نعم أعرف أخرى. أعطيني يلا قولي لي. هناك العينان، الأذن، الأنف، الفم، الأذنان. ممتازة. الوجه. نعم. الرأس، الشعر. ممتازة، أحسنتي. وهذه كلمة حزين. أعطيني جملة فيها حزين. أختي حزينة. ممتازة، أختي حزينة. ممتازة، ممتازة. هذه كلمة أوراق. جيد. ما أعطيني جملة فيها أوراق. أريد ورقة. أحسنتي، ممتازة. إذن أوراق هي جمع ورقة. ممتازة، ممتازة جدا. وهذه الكلمة طاووس. نعم، أحسنتي. ما هو الطاووس؟ أعطيني جملة فيها طاووس. أنا أحب أن أرى الطاووس. ممتازة، جيدة، ممتازة. وهذا تمساح. أحسنتي. جملة ممكن فيها تمساح؟ أنا لا أحب التمساح. أحسنتي، أنا لا أحب التمساح. ممتازة. وهذه قهوة. قهوة، أعطيني جملة فيها قهوة. أمي تشرب القهوة. ممتازة، أحسنتي. وهذا معطف. جيد، يلا أعطيني جملة فيها معطف. يمكنني أريد معطفي. أريد معطفي، ممتازة. وهذا حذاء. أحسنتي، أعطيني جملة فيها حذاء. ألبس حذائي. ممتازة، ممتازة. وهذه المائدة. ممتازة، يلا جملة. أحضر المائدة. ممتازة، أحسنتي. تابعي. القميص. نعم، القميص. جملة. أخي يلبس قميصه. أحسنتي، أخي يلبس قميصه. ممتازة، ممتازة. هذا صابون. أحسنتي. إذن أعطيني جملة فيها صابون. أغسل أيدي بالصابون. أحسنتي، أغسل يدي بالصابون. أعيد الجملة. أغسل يدي بالصابون. ممتازة. هذه الكلمة مدرسة. أحسنتي. ما جملة يلا فيها مدرسة. أذهب إلى المدرسة. ممتازة، أحسنتي، جيد جدا. هذه لوحة. نعم، جملة فيها لوحة. أكتب أنا أحب اللوحة. أحسنتي، أو أنا أكتب على اللوحة. أنا أكتب. نعم قوليها. أنا أكتب على اللوحة. على اللوحة. ممتازة. وهذه هدية. نعم، أعطيني جملة فيها هدية. أحب الهدايا. ممتازة، أعطيت. ممتازة، أحب الهدايا.
ممتازة ممتازة ممتازة. وهذه فصول السنة. أحسنتي ممتازة. ما هي فصول السنة؟ الربيع، الشتاء، الصيف. ممتاز أحسنت. وهذه هذه الكلمة جبل. ممتازة. أعطيني جملة فيها جبل. الجبل بارد. جيد ممتازة. وهذه خروف. جيد جملة ممكن. نذبح الخروف. أحسنت. نذبح الخروف. ممتازة ممتازة ممتازة. هذه الكلمة تنظف. أحسنت. تنظف تنظف. أعطيني جملة فيها تنظف. أختي تنظف المنزل. ممتازة أحسنت. هذه الكلمة الآن يتكلم. ممتازة. يتكلم. أعطيني جملة فيها يتكلم. المعلمة تتكلم. أحسنت. المعلمة تتكلم. وهذه أحسنت. أضحك أضحك. أعطني جملة فيها أضحك. أنا أضحك. أحسنت. أنا أضحك. ممتازة. هذه أسمع. ممتازة. نعم أسمع الأناشيد. أحسنت. أسمع الأناشيد. وهذه أجمع. جيدة ممتازة. أعطيني جملة فيها أجمع. أجمع الأوراق. أحسنت أحسنت. ممتازة جدا ممتازة. وهذه أركب. جيدة. أعطيني جملة فيها أركب. أركب القطار. أحسنت. أركب القطار. وهذه الكلمة فيل. أحسنت. أعطيني جملة فيها فيل. الفيل كبير. أحسنت. الفيل كبير. ممتازة ممتازة. وهذه ريح. جيدة. هذه جملة الريح قوية. أحسنت. جملة الريح قوية. ممتازة. وهذه السماء. أحسنت. أعطني جملة فيها السماء. السماء السماء جميل. أحسنت. أو أعطينا لون السماء. أزرق. ممتازة. أحسنت أحسنت أحسنت. إذن هذه هذا لحم مشوي. ممتازة. يلا أعطينا كلمة فيها لحم مشوي. أكل لحم مشوي. أحسنت. آكل 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 لحم
لحم مشوي. أحسنت، ممتازة. وهذه؟ الليل. جيدة، حطينا جملة فيها الليل. ننام في الليل. أحسنت، ننام في الليل. وهذه؟ الصباح. أحسنت، أعطينا جملة فيها الصباح. نصلي في الصباح. أحسنت، نصلي في الصباح، ممتازة. وهذه الكلمة؟ أحسنت، كرسي. أعطيني جملة فيها كرسي. أختي جلست على الكرسي. أحسنت، أعيدي الجملة. أختي جلست على الكرسي. أحسنت، وهذه الكلمة؟ بنت. بنت، أحسنت، أعطينا جملة فيها بنت. أنا بنت. أحسنت، أنا بنت، ممتازة. وهذه؟ امرأة. امرأة، أعطيني جملة فيها امرأة. أرى امرأة. ممتازة، أحسنت. وهذه؟ رجل. أحسنت، رجل، أعطيني جملة فيها رجل. أرى رجل. ممتازة. وهذا؟ ولد. ولد، ممتازة، أعطيني في جملة فيها ولد. أخي ولد. أحسنت، أخي ولد أو ولد، ممتازة. وهذه؟ فراشة. أحسنت، فراشة، فراشة، جملة. أحب الفراشات. أحسنت، أحب الفراشات. وهذه؟ بطة. جيدة، بطة، جملة. أرى، كنت أرى بطة. أحسنت، وهذه؟ سلحفاة. أحسنت، سلحفات، معطينا جملة فيها سلحفات. سلحفات صغيرة. ممتازة، أحسنت، قلتيها. هذه زرافة. أحسنت، زرافة كبيرة. أحسنت، أو صفراء. جيدة، ممتازة، أحسنت، أحسنت. إذا كل هذه الكلمات قلتيها من قبل. وهذا؟ سكر. أحسنت، سكر. هذه جملة. جملة، ممتازة، جملة فيها سكر. نعم في القهوة سكر. أعيدي. نضع في القهوة سكر. أحسنت، نضع في القهوة سكرا. أحسنت، ممتازة، ممتازة. وهذه؟ تفاحة. أحسنت، أعطني جملة فيها تفاحة. أحب التفاحة. أحسنت، أحب التفاحة، ممتازة، جيد جدا. أحسنت سارة، كنت متميزة وأنا فخورة بك جدا. أحسنت بنتي، بارك الله فيك وفي والديك.
مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة بنتي.